لقيت احمد حماده، واحمد حماده لقيته بيغني مع وائل جسار، ولقيت مفيش اي فرق في صوتهم خالص، لدرجه ان انا قلت هو مين فيهم وائل جسار، وبعت للاعداد قلت لهم انا كنت استضفت احمد قبل كده وكان هو مطرب المترو، بس ما كنتش فاهمه ان هو ده هو ده، لان هو شكله اتغير جدا، فالناس ما بقتش فاهمه ان هو ده هو ده. فانا انتوا عارفين ان انا لما بلاقي صوت حلو ولما بلاقي موهبه واعده وهو مش موهبه عاديه، هو الحقيقه موهبه يعني رهيبه. هتسمعنا صوتك ولا ايه؟ بعد ما ارتحت. طب انا عايزه اعرف ازاي الصوت ده من يوم ما سبتك السنة اللي فاتت ما كسرتش الدنيا بقى وألبومات وحاجات كده، احكي لي. أولا شكلك طبعا بقى فنان، ربنا شكلك يخليك. اتغير، لكن إيه؟ أصعب عملت حاجة إيه؟ تزعلني يعني إن أنا بدل الترند مرة واتنين وتلاتة، أنا مثلا ما حدش عارف إن أنا مطرب المترو اللي نزل كان بيفرح الناس في وقت ده المهرجانات. أول ما استضافتك السنة اللي ده فاتت أول كان حاجة كده. كان ليا الشرف. في فيديو اتشهر كده ليا أنا العسكري اللي محدش متخيل إن ده صوته، كان صوتي قريب من النجم الكبير وائل جسار، أيوه وكل النجوم نزلوا ستوريهات وايه ده وفين ومش كده، محدش دعم فعلي بصراحه. غنيت طبعا مع النجم الكبير تامر حسني، وبعدين النجم الكبير وائل جسار، ولسه من يومين كان النجم احنا الكبير معانا رامي صور جمال. الحاجات دي صح ولا ايه؟ معانا صور الحاجات دي وهو جنب استاذ وائل جسار نجم تامر حسني والنجم واستاذ رامي جمال لسه من يومين. انا ما عرفتش بقى في ده، ما عرفتش مين فيكم اللي بيغني، يعني حقيقي من كتر ما صوتكم زي بعض بالظبط. ده يعني كان انت غنيت مع كل الناس دي، ما حدش فيهم قال لك مثلا تعالى نعمل بس هم مجرد انهم طلعوك بصراحه جنبهم يعني ده. يشكروا طبعا. يعني هو بيبقى كل حاجه ليها وقت وليها ميعاد، لكن طبعا انت ايه الخطوات اللي بتاخدها طيب عشان توصل؟ يعني انا عملت كل حاجه ان انا اصلا وصلت للنجوم دي، مش هم قالوا تعالى عايزين، انا عفرت لكل حاجه.